فاتكم بكل خير أرضية ميدان المرموم، ونتواصل في هذا النقل الحي والمباشر عبر شاشة دبي ريسنج في انطلاقة سن الكبار. الثنايا ينطلق هذا الشوط في أشواط الثنايا، وهو رابع الأشواط خاص بالجعدان المهجنات الأصايل في الثمانية كيلو مترات. لنتواصل مع حضراتكم ونتقدم بعد أن قطعنا كيلو متر واحد من البداية، ونجد على المركز الأول مصبح بن محمد بن حميد المنصوري يتصدر الجعدان المهجنات ويقودهن. المركز الثاني يأتي في ثاني المراكز هذا مكلف محمد بن مطر بن سلطان بن شمي الكتبي يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث ومن الجانب الآخر ثالث المراكز اللي يأتي فيه مشاهدينا متابعينا الكرام، ونشوف المركز الرابع اللي يتقدم. المركز الرابع ما يهاب بخيت بن سالم بن محمد بن لوتيه العامري، وهناك اللي في المركز الثالث اللي هو عفيف سعيد بالعصري بالحب العامري. المركز الخامس لنكمل ندانا مع هذه الانطلاقات خامس المراكز، وهذا يتواجد مشاهدي العزاء غيث سعيد بن راشد بن محمد الغيلاني يتقدم، بينما المركز السادس في هذه اللحظات في سادس المراكز يتواجد في مستحيل علي بن مصبح بن فالح الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. والمركز السابع في هذه الانطلاقة سابع المراكز هناك يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه الانطلاقات ابن الشبابي سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري في سابع المراكز يقدم ابن الشبابي. المركز الثامن ثامن المراكز يتواجد فيه ويتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق هذا ياتينا مشاهدينا العزاء شاهين محمد بن غدير بن عبيد الكتبي. والمركز التاسع تاسع المراكز هذا يتواجد العلي بن سعيد بن محمد الخاطري. المركز العاشر في هذه اللحظة أشوف الانطلاقات والتحديات على المركز العاشر، وهذا القفاي حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم على المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة من الجعدان من الانطلاقات هذا الشوط المهجنات في الجولة الأولى مع رقص الكبار مع سن الثنايا وتحديات صباحي هذا اليوم في أرضية ميدان المرموم. عودة إلى المراكز الأولى بعد أن أكملنا النداء، نروح هناك مع المقدمة، نروح مع المركز الأول نشوف التنافس والأثار الحاضرة في ميدان المرموم. اللي ينطلق بالمركز الأول يسيطر على الجعدان، ما يخاف على المركز الأول بخيت بن سالم بن محمد بن لوتيه العام يتقدم بالمركز الأول باللوتية مع المركز الأول مسيطر، بينما المركز الثاني يأتي في عفيف وسعيد بالعصري بالحب العامري اللي يقدم عفيف على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث مكلف على ثالث المراكز يتقدم محمد بن مطر بن سلطان بن شمي الكتبي على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع المراكز وهذا غيث سعيد بن راشد بن محمد بن سالم الغيلاني على المركز الرابع.
الأربع المراكز الأولى، المربع الذهبي الجميل اللي يقود هذا السرب وهذا الكم من الأصايل الجعدان المهجنات. نشوف المركز الخامس، مستحيل في المركز الخامس، مستحيل في المركز الخامس يتقدم علي بن مصبح بن مفلح الكتبي. ياتي في هذه اللحظات بينما أشوف هناك الغدوم من ابن الشبابي، ابن الشبابي وعذابي، من ابن الشبابي اللي ينطلق في هذه اللحظات. أشكرك يا سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث، على المركز الثالث، على المركز السادس عفوا، المركز السابع، سابع المراكز. نشوف هناك يتقدم شاهين محمد بن غدير بن عبيد الكتبي على سابع المراكز. ثامن المراكز هذا اسم جديد جديد، فريح يا فريح مبارك بن خليفة بالضبيب الشامسي، يتقدم بفريح. المركز التاسع، تاسع المراكز، شبه الحذر، شبه الحذر، عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي وهالي الظفرة قادمون ومقدمين، شبه الحذر، شبه الحذر بالضبط، هذا هو ياتي. والمركز العاشر نشوف شاهين علي بن محمد بن سالم بن رشيد يتقدم في هذه اللحظات. هذه الإذاعة الثانية، هذا ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن الشوط يحمل شعارات، يحمل أسماء، يحمل تحديات نجومية كبيرة في عالم الأصايل، مع رقص الكبار، مع تحديات الكبار. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى حزام القابات، عودة إلى أجمل الأصوات، عودة إلى أجمل الذكريات مع حزام الغابات. والثلاثة كيلومترات، الثلاثة كيلومترات مع هذه الانطلاقة. والمركز الأول لازال بخيت، بخيت باللوتية، 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 بخيت بن سالم باللوتية العامري يتقدم على المركز الأول، يقدم لنا ما يخاف، ما يخاف، سلالة معروفة، سلالة هملولية جميلة تتقدم مع المركز الأول. وهالي العين مع بلوتية، أهالي زاخر يتابعون، يرغبون في السلامات من المرموم في هذه الانطلاقات. المركز الثاني كذلك النتائج عفيف، عفيف، عفيف. سعيد بالعصري بالحب العامري يتقدم على المركز الثاني، ينطلق بمنافسته على شرف الناموس والفوز من البداية. المركز الثالث، في ثالث المراكز يتقدم في المركز الثالث من البداية كذلك، هذا غيث، هذا غيث سعيد بن راشد بن محمد بن سالم الغيلاني بإنجازاته، غيث بإنجازاته وسجله وتحدياته الجميلة مع الغيلاني وتوقيتاته، يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف اللي يختل الجميع، شوف مالك مكلف، مالك مكلف محمد بن مطر بن سلطان بن شمي الكتبي على المركز الرابع. هذه الأربع اللي سارت من البداية بالتنافس وبهذا المسار، بهذا الانطلاق، ولكن بدأ انحنى الميدان، بدأت الأمور، ابن الشباب واصلنهم، واصلنهم في هذه اللحظات على المراكز الأولى. سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يتقدم مع ابن الشباب اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس، المركز السادس، الله يا سلام، وصل الزعيم، وصل ابو حمدان، وصل الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، دكتور الأصالة، دكتور الأصالة، وصل. يبا النقطة الثانية، يبا يضيف النقطة الثانية في هذه الانطلاقات. الله 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 الله، المركز الخامس أو السادس، في سادس المراكز، هذا شاهين علي بن محمد بن سالم بن رشيد يتقدم في هذه اللحظات. والمركز السابع، السابع، مستحيل، علي بن مصبح بن مفلح الكتبي. أكتفي خلاص، أروح مع المراكز الأولى، أعود مع المقدمة.
في هذه الانطلاقات والتحديات في هذا الاندفاع والانطلاق. نسير مع المراكز الأولى يتقدم. الله يا سلام، هذا ابن الشباب يغير غير يوم مزر الغيم في مزون السحابي. وخيل البراق يلي ياصفى غن يا جمهور حيوه الشبابي وخل تصفيجك رعود قاصفى. هذا الشبابي مشاهدين الاعزاء ابن الشبابي، ولكن تغيرت الامور. راح الدكتور، راح ابو حمدان، يبا النقطه الثانيه، يا النقطه الثانيه يبا، يبا النقطه الثانيه في هذه اللحظات. راشد بن حمد بالزفنه العفاري. شكرا ناصر بن بخيت على المتابعه، على هذه النقاط، على هذه الانطلاقات. يا سلام، الله يتابع يتابع يقول ابو سعيد مضمر من العيار الثقيل ناصر بخيت. يستاهل والله يستاهل، من قدم مع هذه الانطلاقات على الاديب في الشوط الماضي ويقدم في هذه اللحظات الزعيم 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 الدكتور راشد بن حمد بالزفنه العفاري ابو حمدان. ولكن المركز الثاني اللي كان ما يخاف باللوتيه باللوتيه باللوتيه، خطير للغايه خطير للغايه. وابن الشبابي في المركز الثالث، في المركز الثالث سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع على هذه على هذه الانطلاقات اللحظات الاخيره. الاوامر الاوامر، راح ابو حمدان، راح راح بالزفنه الزعيم الزعيم الدكتور راشد بن حمد بالزفنه على المركز الاول، على المركز الاول راح ابو حمدان يضيف النقطه الثانيه. تهانينا تهانينا لسفير الاصاله، تهانينا للدكتور راشد بن حمد بالزفنه العفاري والمركز الثاني باللوتيه. لا زال ما يخاف، يحاول يحاول ولكن خلاص خلاص النقطه الثانيه. تهانينا يا ابو حمدان، سلام للفوع وسلام للمشرف في هذه الانطلاقات والمردف على هذا الفوز. وسلام ابو حمدان للمره الثانيه يا الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري. ما يخاف في المركز الثاني بخيت بن سالم بن حمد باللوتية العامري. المركز الثالث من وصل في المركز الثالث ابن الشبابي سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري. والمركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه راشد بن حمد بن حارب المهيري. والمركز الخامس، المركز الخامس من تقدم في مشاهدينا العزاء علي بن محمد بن سالم بن رشيد. عودي إلى التوقيت الزمني وعودي إلى الزعيم اللي قدم هذا الأداء الجميل. 12 دقيقة 44 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، وشكرا ناصر بن بخيت الوهيبي على متابعة التضمير في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 12 دقيقة و45 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. هذا باللوتية اللي هو ما يخاف بخيت بن سالم باللوتية العامري، كذلك قدم منافسات جميلة من البداية. المركز الثالث ابن الشباب يقدم توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 47 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس لسالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط، تهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا.